بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في أولى حلقات الأهلي في المونديال. عندما ترى الأهلي في المونديال أو عندما ترى أو تسمع عن برنامج الأهلي في المونديال، فأنا آسف جدا وبقول لكل الناس إن أنت مش هتشوفه بس غير في قناة النادي الأهلي. اشمعنى قناة النادي الأهلي؟ لأن النادي الأهلي هو النادي الوحيد أو النادي الوحيد الممثل لكرة القدم الإفريقية أو في مصر تحديدا خلال الفترة الأخيرة أو خلال التسع سنوات الأخيرة أو العشر سنوات الأخيرة في كأس العالم للأندية، وبالتالي تظل دائما قناة النادي الأهلي هي القناة الوحيدة اللي بتنقل لحضراتكم كل ما يخص النادي الأهلي في المونديال. أولى حلقات الأهلي في المونديال النهاردة هتشارك فيها أنا والنجم الكبير الكابتن هاني رمزي اللي هيكون النهاردة معانا، مش ضيف طبعا لأنه هو صاحب البرنامج الحقيقة وصاحب كل ما يخص النادي الأهلي. ازيك يا كابتن هاني؟ حبيبي يا سلام، شرف ونور. منور وسعيد إن أنا أكون موجود معاك. طبعا مرحب بكل مشاهدي النادي الأهلي في الأهلي في المونديال. الحقيقة زي ما الكابتن إسلام قال، الأهلي في المونديال بقت علامة مسجلة باسم النادي الأهلي. الحقيقة علامة مهمة جدا في تاريخ النادي الأهلي، وبقت بطولة غالية على جماهير النادي الأهلي. النادي الأهلي المرة الرابعة على التوالي، المرة التاسعة في تاريخه بيشارك في مونديال الأندية. الحقيقة إن شاء الله كل التوفيق لنادينا العظيم النادي الأهلي، يعمل حاجة مميزة كالعادة. وكالعادة شاشة قناة النادي الأهلي، وبتشرف أكون مع الكابتن إسلام، نحن إن شاء الله بإذن الله نقدم كل التغطية واللي جماهيرنا طبعا مترقبة طبعا النادي الأهلي، وإن شاء الله تكون بإذن الله نسخة موفقة للنادي الأهلي إن شاء الله. توقعاتك إيه؟ أنا شايفك عايز أسألك من الأول، إحنا ما اتكلمناش يمكن قبل الحلقة، ولكن صحيح. عايز أسألك، قلت إن أنا أخلي الحاجات دي كلها إحنا نتكلم فيها على الهوا، لأنه إن أنا نتعلم من نجم كبير زي كابتن هاني الحقيقة ونسمع منه رأيه. شايف إيه؟ شفت بعد المباراة؟ لأن أنا شايف الحقيقة إن بعض الأهلاوية، مش الأهلاوية برضو، ناس كتيرة بتتكلم في هذا الأمر، خصوصا بعد مباراة النادي الأهلي أو نادي اتحاد جدة، أنا آسف، ونادي أوكلاند سيتي. الناس شايفة إنه اتحاد جدة فريق قوي. أما في شك، اتحاد جدة فريق قوي، ولكن كمان أنت النادي الأهلي. الحقيقة إسلام، النادي الأهلي، وده مش بقوله كده مجاملة، النادي الأهلي نادي كبير ونادي عنده سمعة كبيرة جدا جدا. كريم بنزيما في المؤتمر الصحفي قال أنا فاكر طبعا النادي الأهلي في نسخة ماضية من كأس العالم للأندية وكسبناه بصعوبة، باحترام كبير جدا للنادي الأهلي. على مواقع التواصل الاجتماعي في حتى جماهير النادي الاتحاد الآن بيقول لك ده النادي الأهلي، النادي الكبير، النادي العظيم. وده اللي إن شاء الله بإذن الله اللي ناخده معانا الملعب، شخصية والثقة تكون موجودة. الحقيقة لو النادي الأهلي بكامل قوته، بكامل صحته، بكامل تركيزه، الحقيقة أنا مش هخاف على النادي الأهلي، رغم وجود أسماء كبيرة في نادي الاتحاد، لكن النادي الأهلي بالخبرات وبالتاريخ، عندنا تاريخ كبير جدا في، مش هقول في وقت الأزمات، لا هقول في الوقت الصعب شوية، بتلاقي معدن النادي الأهلي. النسخة اللي فاتت كنا رايحين نسخة كان 7 لعيبة موجودة في منتخب مصر، فاكر انت؟ وبتلعب قدام الهلال بكامل نجومه، بتحقق نتيجة جيدة جدا. فعايز أقول النادي الأهلي قادر، احنا قادرين بإذن الله في حاجات كتير هنتكلم عليها من خلال البرنامج، ازاي ان شاء الله نوصل للمباراه النهائيه. لكن انا عندي ثقه كبيره جدا جدا في فرقتنا، الحمد لله. وانا كمان عندي هذه الثقه، ويمكن كتير من الجمهور يقول لي يا كابتن الماتش شايفينه صعب وكل حاجه، ولكن انا شايف الماتش 50-50 بالمناسبه برضو، عشان ما حدش يقول لك الماتش صعب طبعا، مش سهل. ما حدش يفتكر ان احنا بنتكلم كلام كابتن هاني ان احنا هننزل نكسب. لا طبيعي، احنا عايزين نكسب. المباراه صعبه، لكن انت لازم تنزل عندك ثقه الفوز وعندك شخصيه البطل، زي ما عملت مع الهلال بالظبط. انت بتلعب اسماء كبيره جدا، ولكن في النهايه في احترام كبير للنادي الاهلي. استاذنا الاستاذ وليد فراج، المذيع الكبير طبعا واللامع في القنوات الرياضيه السعوديه، بيقول لك كعب الاتحاد السعودي. انا هتكلم في كل حاجه النهارده بالمناسبه، لازم نتكلم في كل حاجه لانه مهم. طبيعي. يقول لك اصله كعب الاتحاد الجده السعودي عالي. هو مفيش حاجه اسمها في كره القدم، ما اعرفش بقى، حضرتك قول لي برضه. بوجهه نظري انه ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها كعب عالي وكعب واطي وكيك على العالي وكيك على الواطي، والكلام اللي بيتقال ده الحقيقه انا بشوف ان هو كلام الغرض منه مغازله جمهور اتحاد جده. وجهه نظري ده على فكره انا بحب جمهور اتحاد جده جدا، انا اسلام بحب اتحاد جده جدا جدا جدا، لان انا لعبت فيه 5-6 شهور وخدت بطولات كثيره في 5-6 شهور دول، خدت 3-4 بطولات، وبالتالي انا بحب هذا الجمهور اللي فاكرني لغايه دلوقتي.
ولكن عندما تتكلم عن النادي الأهلي يجب أن تعلم أن النادي الأهلي هو الأفضل في أفريقيا، زي ما نادي اتحاد جدة هو الأفضل في آسيا. أنا بعتبر أن نادي اتحاد جدة هو الأفضل هي في لغة آسيا. الاحترام لازم تكون متواجدة يعني بغض النظر عن قيمة المباراة نفسها. طبعا كل التقدير لنادي الاتحاد، طبعا نادي الاتحاد السعودي نادي كبير وجماهيره جماهير عظيمة. لغة الاحترام لازم تكون موجودة. ممكن تداعب شوية الجماهير من خلال جمله، ولكن لازم كل الاحترام للنادي الاهلي. احنا كمان بنحترم الكبير والصغير. حقيقة النادي الاهلي دايما في اللعيبه بتطلع بتحترم الجماهير جدا، وانا يعني جزء الجماهير هيكون دور مهم ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه. ف يعني احنا مركزين في شغلنا وخلينا انا بس حبيت ارد على النقطه دي تحديدا عشان بالظبط حد سالك. أصلاً انا مش مع موضوع الكعب العالي. يعني انت دايما بتاخد التاريخ، تاريخ المواجهات قبل كده الاهلي والاتحاد بنعمله تقرير بنعمل يعني هي مجرد تاريخ. وخلي بالك كتير دلوقتي التاريخ ما بيلعبش دور. انت بتاخد من التاريخ الثقه، بتاخد من التاريخ انك عندك قيمه لازم تثبتها داخل الملعب، بتديك على فكره ضغوط على اللاعبين. اللعيبه اللي بتلعب في انديه تاريخيه، انديه يعني لعيبه مضغوطه لانها بتلعب تحت انظار جماهير بالملايين، مطالبه دايما بالفوز، فده بيعمل ضغوط. ولكن ما بناخدش التاريخ معانا واحنا نازلين الملعب. احنا محضرين كويس قوي للحاضر، بنشتغل عليه وان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا ان شاء الله. هو ده الاهم زي ما حضرتك قلت يا كابتن هاني، ان احنا محضرين كويس او نحضر كويس الثلاث اربع ايام اللي جايه دول، وفي الاخر نتيجه بتاعت ربنا. عمرنا ما بنقول يا جماعه النتيجه دي هتطلع الاهلي هيكسب 3 او هيكسب 2 ولا هيكسب، لا. عمرنا بنقول ايه؟ دايما اجتهد، موت نفسك في الملعب، والنتيجه دي بتاعت ربنا. عمرنا ما قلنا حاجه غير كده طول حياتنا من واحنا بنلعب. انا اتعلمت منك وانت حضرتك اتعلمت من اللي قبلك واللي قبلك اتعلم من اللي قبلك، ان دايما ما بنقولش غير الكلمه دي، ان احنا هنجتهد ونموت نفسنا ولكن النتيجه دي بتاعت ربنا. وفي النهايه انا شخصيا للمره المليون برضو، لانه جالي اسئله كثيره جدا خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا عن من سيفوز في هذه المباراه. وجهه نظري ان المباراه دي 50-50، لا يوجد فيها طرف افضل من طرف. محد طبعا بنزيما ده راجل عالمي، وكانتي ده راجل عالمي، وفابينيو ده راجل عالمي، ورومارينيو راجل عالمي، وجابوا جوان حلو قوي وعملوا شوط عالمي الشوط الاولاني، بغض النظر عن ضعف اوكلاند سيتي الحقيقه، ولكن نادي اتحاد جدة عمل يحسب له طبعا، يحسب له ان هو احترم الفرقه مهما كانت وكسب 3. وانت بتتكلم على اسماء كبيره، دايما خلينا عندنا ثقه في نفسنا. وانا بالظبط يعني انا خدت الكلام دوت حتى في رحله احترافي، لما اول ما بدات رحله احترافي كان في اسماء كبيره، او بدايه مثلا كاس العالم احنا بنلعب قدام اسماء كبيره جدا. الاسماء دي ممكن الفوارق هتقل كتير جدا في جوه الملعب، جوه المستطيل الارضي. صح، اجتهادك وتركيزك وارادتك داخل الملعب الفروق دي بتقل وما بتبانش، بالعكس انت ممكن تظهر بشكل افضل يعني. وده المتوقع ان شاء الله من لعيبتنا باذن الله يعني. اتمنى طبعا ان النادي الاهلي يؤدي ما عليه، او لعيبه النادي الاهلي زي ما كابتن هاني قال في بدايه كلامه، لو احنا مركزين، لو احنا واقفين على رجلنا صح من الناحيه البدنيه، وده ان شاء الله هيكون موجود. لان احنا بقى لنا 3 4 ايام او يعني من امبارح ومسافروا الاثنين، مظبوط 2 3 4 اعتقد المده كافيه يا كابتن هاني، مده كافيه خلاص. واعتقد يعني من النواحي البدنيه خلاص احنا في اعتقادي الشخصي احنا جاهزين جدا. النواحي النفسية أكيد تكلموا اللعيبة، تكلموا معنا مع بعضهم بشكل كبير من خلال الأحاديث، الكلام الشناوي ومحمد هاني، في ثقة وفي إرادة كمان إن شاء الله بإذن الله إن لعيبتنا تعمل شكل جيد. وزي ما بيقول كابتن إسلام، كل المطلوب إنك تطلع كل اللي عندك، إنك تحارب على اسم، ما تلعبش باسم النادي الأهلي دلوقتي، أنت بتلعب باسم مصر وبتلعب باسم أفريقيا. أنت الممثل صحيح الأساسي لأفريقيا دلوقتي، وبالتالي اعتقادي الشخصي او عندي ثقه كبيره جدا ان اللعيبه وصلها هذه الرسائل، وان شاء الله يعملوا مباراه جيده يعني. عجبني يا كابتن وانا قاعد بتفرج على الماتيريال اللي جايه لنا من هناك، عجبني جدا علاقه الكابتن محمود الخطيب باللاعبين، عجباني بالفتره اللي كلنا الفتره صحيح اللي فاتت، ولكن النهارده كمان خصوصا في ظل هذه الاجواء المشحونه، وفي ظل هذه الاجواء اللي انت جاي من بعض الهجوم على بعض اللاعبين وعلى المدير الفني وعلى الكلام اللي حضرتك عارفه داخل الفتره اللي فاتت، عجبني طريقة وقفته، طريقة معرفش معانا، عجبني طريقة الوقفة وطريقة الكلام وطريقة واسلوبه، يعني يتناسب مع الحدث ويتناسب مع اسم كبير زي اسم الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب على فكرة يعني هو تعامله مع اللعيبة ان هو لعيب، ويعني لعيب سابق في النادي الاهلي واسطورة من اساطير الكرة المصرية والافريقية، بيجي نمرة 2 انه رئيس النادي كمسؤول لرئيس النادي، لكن احنا شايفين لا العلاقه بلغة نفسها بلغة بعيدا عن رئيس نادي بالظبط. بص العلاقه عامله ازاي، العلاقه ما بينه وبين علاقه ابويه، علاقه اخويه، أيوة.
والجزء المهم جدا ان هو كمان عارف شعور اللعيبه في الوقت ده، كان مر على مباريات زي دي كتير جدا، عنده تجارب على مستوى عالي كبير جدا، هو ده فبينقل، هو حاسس باللعيبه، مش هتلاقيه مدي البادي لانجوج زي ما بيتكلم، بيديهم نوع من الطمأنينه ونوع من الثقه، كل اللعيبه بتحترم الكابتن محمود، وده بيدي جو ايجابي وبيدي دفعه معنويه لكل اللعيبه. بص يا كابتن، انا بشوف ان في بعض الامور كابتن خطيب بيتعامل بالحركه. يعني ايه بالحركه؟ يعني هو بيسلم على الكابتن هاني مثلا، فبيسلم عليه بنفس الطريقه اللي بيسلم عليها مع الكابتن اسلام، مع الكابتن محمد، مع الكابتن علي، مع فاهم قصدي ولا؟ اللي انا عايز اوصله، انا عاجبني الطريقه، عجبني الاسلوب، عجبني الوضع اللي انا شايفه قدامي، عجبني الضحكه اللي ماشيه ما بين اللعيبه وما بين الكابتن. هو ده، انت بتتعامل في الاخر مع اسطوره لكره القدم المصريه، بعيدا عن طبعا رئيس النادي الاهلي فوق دماغنا كلنا وكل حاجه، ولكن الكابتن خطيب انت لو شفته وهو مش رئيس النادي الاهلي هتتعامل معاه كده برضه طبيعي. وانا بقول لك هو في المقام الاول هو بيتعامل مع اللعيبه. يعني بص يا كابتن السلام، طبعا يعني انت فاهم قصدي الفكره. يعني انا لو حاطط نفسي مكان اللعيبه ديت، انا هاخد ثقه وحد وهاخد طاقه ايجابيه وهاخد مسؤوليه كمان، لان انت بتسلم على اسطوره من الاساطير، راجل مسؤول عن النادي الاهلي، لغه الحوار بتبقى جميله، لغه الحوار بتدي ثقه، يعني مفيش تبويزه، مفيش تكشيره، مفيش ضغط على اللعيبه، حتى لو انت عندكم مشاكل فنيه هو شايفها يعني، هو والناس شايفاها بالزبط. ولكن انا معاك اهو بالظبط. هي الروح الايجابيه اللي يعني الحقيقه الكابتن محمود الخطيب مش اول مره يقوم بالدور ده، هو اكيد عارف اهميه الدور ده، وعارف اهميه انه واقف قدام، يعني كمان يعني ما اجتمعش مثلا باللعيبه وسلم عليهم. أيوة. هو مستنيهم قدام الاتوبيس، اللحظه اللي بيطلعوا فيها للتدريب، اللحظه اللي بيستقبلوا فيها الراجل، يعني ربنا يديله الصحه كمان، واقف على باب الاوتيل، ده نوع من انواع نشوف النجم الكبير الرئيس النادي مستنيك قدام الاتوبيس على الباب. ما جمعش اللعيبه في اوضه وسلم عليهم ويلا، لا هو بيدي رسائل كتيره جدا جدا الحقيقه، الضحكه مع اللعيبه، الشكل الايجابي اللي وشه مستريح كمان كابتن خطيب، وشه مستريح يعني. وبينقل ده للعيبه. ايوه ده مهم جدا. انا هي دي الفكره على فكره. ان انا عايز اقول يا جماعه احنا مضغوطين، انا شايف ان احنا عندنا بعض المشاكل الفنيه زي ما جمهور النادي الاهلي شايف ان احنا عندنا بعض المشاكل الفنيه، ولكن في النهايه انا واقف معاك اهو بضحك وبهزر ووشي مستريح، وانتوا وشكم كلاعيبه مستريحين، انتوا عملتوا كتير وهتعملوا لسه كتير اللي جاي. صحيح. تهيألي ده انا ده شايف كده يعني. دي الرساله، بخرجكم بره الضغط خالص. أيوة. ولكن في نفس الوقت في مسؤوليه عليك وفي واجب لازم تقوم بيه، وعمليه الفصل دي مهمه جدا. افصل بقى عن البطوله الافريقيه والدوري. أيوة. وانت عندك دلوقتي بطوله مميزه جدا، بطوله محببه خلاص لجماهير النادي الاهلي، انت يعني دي المره التاسعه بتوصل فيها، يعني انت من اكتر الفرق على مستوى العالم بتوصل بعد اوكلاند، وبالتالي مسؤوليه كبيره، والكابتن محمود الخطيب الحقيقه بيقوم بدور اكتر من رائع، و ما يتبقى يعني توفيق ربنا ومجهود اللعيبه ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله. ربنا يكرم والامور كلها تمشي زي ما احنا عايزين الحقيقه. نتمنى كلنا كجمهور النادي الاهلي ان احنا نشوف مباراه جيده جدا 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 وحلوه جدا ونكسب وكل حاجه، ولكن في النهايه المكسب ده بتاع ربنا ولا صحيح. بتاعي ولا بتاع حد، ولكن إن شاء الله نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي. خلينا طيب رجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد هذا التقرير. الحقيقه وزي ما احنا شايفين مش هنتكلم عن مانشستر سيتي، مش هنتكلم عن بقيه الفرق، ولكن ما ان احنا نقدر نتكلم يعني بالمناسبه. انا ايه ما نتكلمش ليه؟ لا يعني انا قصدي ان احنا عندنا مباراه مهمه يوم الجمعه التالي، يعني مش عايزين نسبه الاحداث، لكن عندنا طموح وعندنا احلام. طبعا النسخه اللي فاتت كنا بنحلم نلعب قدام ريال مدريد، انا على المستوى الشخصي تاني انا اتمنى ان احنا نلعب قدام المان سيتي، مباراه بيكون لها طعم خاص وليها رونق خاص، وبتحطك في حته تانية خالص حتى على مستوى الماركتنج، يعني النادي الاهلي بيلعب مان سيتي ان شاء الله في النهائي، ده هدف، ده تارجت نفسه في حد ذاته. معلش هقطعك يعني في الحته دي، لان فابينيو النهارده انا قريت له تصريحات قبل ما اخش على طول. عندما سئل مش عايز تقابل مين؟ قال لهم مش عايز اقابل مانشستر سيتي في اتحاد جده. اتحاد جده هو ما هو اتحاد جده طبيعي. قال لهم انا مش عايز اقابل مانشستر سيتي لان انا اعلم مدى جوده هذا الفريق. انت فاهم؟ فيعني برضو عشان الناس ما تفتكرش ان احنا، لكن هي في النهايه كل واحد ولا وجهه نظر. الكابتن انا على فكره انا مع كابتن هاني، انا معاك يا كابتن في ان انا نحط نفسنا قدام اختبار قدام المان سيتي، احنا لعبنا قدام ريال مدريد كان في بعض الاخطاء، لكن دي دروس مستفاده، وانت عندك خبرات لما تلعب قدام المان سيتي ما فيش شك هيبقى مباراه صعبه جدا جدا، ولكن هتاخد منها خبرات وهتشوف نفسك واقف فين، وهيكون مباراه للتاريخ، الجماهير تحب، وانا اكيد والجماهير كلها مش جماهير النادي الاهلي بس الحقيقه، جماهير مصر كلها تحب تتفرج على
فريق مصري وبيلعب قدام المان سيتي، مان سيتي من افضل الفرق على مستوى العالم. صحيح. فليه لا؟ بس انت وحطيتنا في حته تانية، موضوع الماركتنج بالنسبه لما تلعب طبعا يعني اهم الاهم الفني وكل حاجه، ولكن في النهايه الماركتنج برضو ان انت يذكر اسمك ان انت بتلاعب النادي الاهلي بيلاعب مانشستر سيتي، اعتقد ماركتنج يعني از ماركتنج بيوديك في حته ثالثه. طبعا طبعا لما لعبت قدام البايرن وبتلعب قدام ريال مدريد وتلعب قدام المان سيتي، ما فيش شك بيبقى في منحنى عالي جدا جدا لاسم النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي، والمتابعه ملايين الملايين على مستوى العالم بيحبوا المان سيتي لما بيتفرجوا على المان سيتي قدام النادي الاهلي، وده بالتالي بيدي فاليو، بيدي يعني حجم كبير، النادي الاهلي كبير، ولكن بيديله كمان بيديله في الماركتنج بيبقى شيء اكتر من رائع، يعني حجم اكبر اكيد. على الجانب الاخر برضو يا كابتن، مجرد وجود النادي الاهلي للتسع مرات والمره الرابعه على التوالي، وان شاء الله السنه الجايه كمان او اللي بعدها هيبقى الخامسه على التوالي، اعتقد ان ده اسم كبير جدا ويعلم الناس يعني ايه النادي الاهلي. النادي الاهلي ده في منطقه اخرى، يعني الدوري احنا الدنيا فيه تعادلنا اخر ماتش، ومش عارف في بطوله افريقيا تعادلنا اخر ماتش والكلام اللطيف الحلو ده، ولكن انا بقالي يومين ثلاثه كل الوسائل السعوديه بيكلموني لان انا لعبت هنا وهنا، فبيسالوني السؤال ده، بيقولوا لي يعني ايه رايك في الماتش، الماتش هيبقى عامل ازاي فنيا بقى؟ المباراه هتكون صعبه في شك، يعني انا على الجزء الفني انا عندي ثقه كبيره جدا جدا في النادي الاهلي، بقول لو النادي الاهلي عنده تركيز مركزين 100% وفي التوب فورم بتاعتنا، انا برشح حتى بعد اللي شفته امبارح ولا اول امبارح، انا فاصل تماما يعني ممكن ممكن كان يكسب 4 كمان 5، لكن الامور بتختلف تماما تكتيكيا وفنيا وعلى مستوى اللاعبين، مع احترامي. لان السؤال يتقال لك ايه، السؤال بيتقال لي ايه، هو اصل الاهلي جاي من نتائج سيئه ومن مش عارف ايه والدنيا وحشه وبتاع، ف وجاي على ماتش بعد اوكلاند سيتي، فالاتحاد لعب اوكلاند سيتي، بغض النظر انا بقول هنا بغض النظر هو عن مستوى اوكلاند سيتي، ولكن انا كنت شايف الاتحاد في الشوط الاولاني تحديدا يعني فرقه رائعه واقفه على رجليها وكل حاجه، ولكن بما ان الاهلي اصله جاي من نتائج مش عارف ايه وكذا وكذا، هل ده بيؤثر؟ يعني هل من الممكن ربط النتائج دي بشكل واداء النادي الاهلي في المباراه اللي جايه يوم الجمعه؟ انا ما اعتقدش ده، لان احنا بنفصل بشكل كبير جدا جدا. عمليه الفصل ما بين نتائجك الاخيره في الدوري او في بطوله افريقيا جدا، انت بتفصل 100%، لانك انت عندك اجواء مختلفه وعندك تارجت مختلف وعندك عندك هدف مختلف وعندك جماهير مختلفه وعندك ملعب مختلف، كل ده بياخد اللعيب لاجواء مختلفه تماما. وما ننساش لسه كمان اعتقد كمان جوائز الكاف والثلاث جوائز، النادي الاهلي كان مرشح لاربع جوائز كسب منهم 3، فطبيعي جدا ان انت تعرف قيمه او ترجع لك الثقه تاني لو عند بعض اللعيبه بتفكر او عندها الثقه، لا ده انت النادي الاهلي النادي الاكبر على مستوى افريقيا، النادي الاكبر على مستوى المشاركات في كاس العالم للانديه، خد كل ده معاك وحطه كده زي ما بيقولوا في الخلاط مع تركيزك. أيوة. مع مجهودك مع الدفعه بتاعه الجماهير مع تعليمات المدير الفني خلص. اكيد اكيد، لا ان شاء الله باذن الله، يعني لو خدنا كل دوت انا مش خايف على النادي الاهلي في مباراه الاتحاد يعني. وفي نفس الوقت يا كابتن هاني، حضرتك لما بتيجي تشوف مباراه مثلا او مباريات اتحاد جده السعودي في اخر 4 5 ماتشات، اتحاد جده السعودي بالمناسبه ماشي 4 أو 5 في الدوري بتاعه في الدوري السعودي، مانشستر سيتي ومستواه في الفترة الأخيرة، فبالتالي لا يا جماعة صدقوني ماتشات المونديال الأندية مختلفة تماما. وأنا كلاعب أبقى حابب إن أنا بقول لحضراتكم عن تجربة شخصية، أنت ممكن تبقى وحش جدا لما بتلعب في ماتشاتك في هنا في الدوري المصري أو في البطولة الأفريقية، ولكن عندما تظهر في كاس العالم للأندية وجهة نظري ان الوضع بيبقى مختلف والشكل بيبقى مختلف، وانا كلاعب بيبقى عندي الطموح مختلف وكل حاجه مختلفه، وبيني وبينك الاجواء برضو مختلفه. مفيش شك، وزي ما بنتكلم وقلنا دايما ان النادي الاهلي الحقيقه المشاركه الرابعه على التوالي، التاسعه في تاريخه، وخلي بالك 3 برونزيات، الموضوع برضو مش سهل يعني انك تحصل على 3 برونزيات، ودايما الطموحات بتاعنا ان شاء الله باذن الله يكون التارجت بتاعنا الوصول للمباراه النهائيه. عاجبني جدا شكل اللعيبه والبدل السوداء والشغل اللطيف الحلو ده، علينا برضو البدل، احنا تكرشنا شويه في الدنيا، لكن اللعيبه الحقيقه حاجه جميله جدا وحاجه تدعو دائما للفخر. طبعا النادي الاهلي نادي كبير، وخلي بالك المظهر الخارجي ده جزء كبير جدا من
من شخصيه اتفرجنا سمير كده واحنا بنتكلم يعني لازم بنشوف كل الفرق العالميه بيتعاقدوا حتى مع الديزاينر عالمي والنادي الاهلي ما شاء الله يعني والصور متتاليه يعني 9 صور احنا شايفينها من خلال تاريخ النادي الاهلي الحقيقه شيء يشرف وده طبيعه النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي يعني. واحد معجب بكل ما يحدث خلال هذه الفتره ويعني اللي بيحصل الفتره دي حاجه جميله جدا وحاجه دايما تدعونا للفخر وتدعونا لكل حاجه حلوه. عايز اقول لك على حاجه حصلت معايا انا تحديدا. خلي بالك انا لعبت اول مباراه ما بين الاهلي والاتحاد جده. اول مباراه ما بين الاهلي والاتحاد جده كانت اولى مباراه اللي بنلعبها في كاس العالم للانديه. ده كان سنة كام يا اسلام؟ 2005. 2005 ما هي دي أول مرة لعبنا فيها صحيح. في كأس العالم للأندية 2005. خلي بالك احنا رحنا قبل ماتش اتحاد جدة بيومين. يومين بس. وكنا بنلعب فين؟ في اليابان. اوف. أدي أول غلطة. خلي بالك. ما كناش يعني مش عارفين بقى احنا رايحين كعادي. مسافة طويلة وكل حاجة وبتاع. فرق التوقيت والنوم هو اللي فرق التوقيت والنوم. فطبعا نزلنا ماتش اتحاد جدة يا كابتن هاني مش شايفين. ثانيًا ساعة تلج جو بيبقى تلج فحضرتك عارف وانت أحسن مني في الكلام ده. عارف إن أنت لما بتلعب في درجة حرارة تحت الصفر رجلك بتزيد شوية بتزيد سنة فكل جزم الكرة اللي معانا ضيقة. انت متخيل؟ ما هو انت بتتعلم طبيعي. الناس بتقول لي ايه الفرق ما بين 2005 وبرونزيه 2006؟ هو ده الفرق، ان انا اتعلمت ايه اللي حصل او خدت الخبره صحيح من 2005 واللي حصل معايا في 2005 ان انا واحد من الناس مثلا الجزمه بتاعتي ما كنتش عارف البسها وانا نازل الملعب. خلي بالك عليك وخلي بالك موضوع التولز والحاجات دي بتبقى مهمه جدا خاصه الجزمه. اللعيب لو الجزمه مضايقاه هتلاقي هو اصلا يعني فقد جزء كبير من تركيزه. تخيل بقى 11 لعيب او بال 14 ساعتها كنا بنغير ثلاثه كله متضايق من الجزم. ادي حاجه مسافه ما بين التوقيت والنوم والحاجات دي فدي فرقت معانا. تاني سنه في 2006 الامور اختلفت. سافرتوا بقى بدري وخلاص بدري اسبوع بقى اسبوع وخدتوا على الدوري وعملت تمارينك كل واحد معاه اكتر من جزمه. طب كل واحد معاه جايب جزمه انا بلبس مثلا 42 بقيت واخد معايا 42.5. لا واجواء انا كمان اجواء انك بتلعب في اجواء مختلفه وبتلعب في درجه حراره منخفضه وانت مش محضر لدوت من بدري كل دوت بيأثر اكيد على ادائك الفني بشكل كبير جدا. فدي الخبرات اللي بتكلم عليها خبرات النادي الاهلي واللعيبه لازم تاخد الخبرات دي معاها. 9 مرات بتروح كاس عالم للانديه بتلعب فريق محترم جدا فريق اتحاد جده السعودي عندهم نجوم كبار ولكن انت لازم تنزل للمباراه الحقيقه بشخصيه النادي الاهلي لا تهاب الاسماء وانا متاكد لاعبتنا عندها الخبرات وعندها كل الجراءه وكل الشجاعه انك تلعب لعبك وتكون مركز بشكل كبير جدا. والاهم من كده كمان الحقيقه التواجد الجماهيري اللي اعتقد برضه يا كابتن اسلام عندنا وشفنا الاستقبال الرائع لجماهير النادي الاهلي كعاده جماهير النادي الاهلي في كل مكان في العالم الحقيقه ولكن بالاخص كمان في السعوديه عندنا جاليه كبيره جدا جدا واكيد هيكون في تواجد جماهيري على اعلى مستوى. ده كمان هيكون ورقه مهمه جدا وان شاء الله يكون هو ده كالعاده سبب ان شاء الله الفوز على الاتحاد باذن الله. لا الجمهور احنا مش هنقوله في كلمتين كده لان احنا عندنا لقاء مهم مع كهربا الحقيقه. جميل. فالجمهور مش هنقوله كده في كلمتين. انا عارف ان انت محب يعني للجمهور بشكل كبير وانا محب للجمهور بشكل كلنا يعني فاحنا عايزين ناخد الجمهور ده في سيجمنت لوحده لانه الحقيقه هيكون له دور كبير جدا 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 بإذن الله. ان شاء الله ان شاء الله فيما سيحدث في هذا المونديال. خلونا نطلع نشوف كابتن هاني بعد اذنك كهربا وماذا قال كهربا لجمهور النادي الاهلي. نطلع نشوف هذا التقرير مع محمود عبد المنعم كهربا ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الاول ان بشكر ربنا طبعا فضله ونعمه على الواحد فيه دلوقتي مع النادي الاهلي وطبعا بخصوص الهدف طبعا يعني بشكر زمايلي والجهاز الفني والجمهور اللي دعمني طبعا يعني وكان الهدف ده من احلى اهداف حياتي وليه ذكريات يعني معايا تبقى حلوه قوي يعني. ممكن اقول لك على حاجه انا دايما قبل كل الماتشات اللي بلعبها بقعد مثلا قبل ما انام بقعد ساعه كده اقعد اتخيل الحاجات اللي هتحصل بكره في الماتش انا هعمل ايه في الماتش هساعد زمايلي ازاي زمايلي هيساعدوني ازاي كل الكور اللي هجيلها هستغلها ازاي فالتخيلات دي كلها فكل ما تتخيل حاجه في بالك
ففي الماتش ساعات لما بتحصل كده فانت كنت مجمعها من امبارح، فبتحصل بقى يعني زي مثلا زي الهدف ده، انا كنت متخيل مثلا ان انا بجد ان انا استلم كره زي ديت كده، والله العظيم وحياه ربنا زي ما بكلمك ان انا استلم كره زي دي كده، بس مش طبعا مش نفس الكنترول دوت يعني، الكره تبقى عاليه استلمها كده واحطها ببطن رجلي في البعيده، لكن هي طبعا يعني جت من عند ربنا، توفيق من عند ربنا طبعا بطريقه حلوه جدا. يمكن طبعا يعني مش اللعيبه بس، كل الجمهور طبعا يعني كنا في حاله قلق الفتره ديت، يعني كنا لازم نكسب بصراحه، وخصوصا ان احنا خسرنا من فريق الهلال طبعا في هناك في السودان، فبالنسبه لنا كان عندنا روح ان احنا نكسب الماتش دوت ايا كان يعني النتيجه هنكسب كام، بس كنا لازم نكسب، فربنا كرمنا يعني، واللعيبه طبعا عملت ماتش عالمي والحمد لله ربنا كرمنا يعني. يمكن يعني الحمد لله ان اللعيبه بصراحه ساعدتني جامد جدا الفتره اللي فاتت دي كلها، وطبعا مساهمتي طبعا ومساعدة اللعيبة يعني ده فضل ونعمة عند ربنا بصراحة، يعني مش ككهربا بس، لأن أنا يمكن تعبت واشتغلت على نفسي لفترة التوقف اللي أنا كنت موقوف فيها، ربنا كفيني على تعبي طبعا، وفان والدي ووالدتي يعني وأهلي كانوا في ظهري يعني الفترة دي. يمكن لحظة الإعلان طبعا هدف، أنا والله كنت نايم كان حمزة معايا في الغرفة يعني، لقيته بيصحيني بيقول لي اصحى ومصورني فيديو عنده، بيقول لي اصحى انت خدت احسن هدف في افريقيا كلها، قلت له بجد والله، راح كملت لهم تاني. هذول اخواتي طبعا وليهم الفضل طبعا على اللي احنا فيه، يمكن اي لعيب بينجح في الفريق هنا في النادي الاهلي اللعيبه كلها بتبقى حواليه واللعيبه كلها هي اللي مساعده، يعني يمكن الجائزه دي انا او تاو مش بتاعتنا، بتاعت الفريق كله، الجهاز الفني ودعم الجمهور هم اللي خلانا ناخد الجائزه ديت بصراحه. يمكن الجوائز اللي النادي الاهلي كلها بيحصدها طبعا يعني حاجه كبيره قوي وفخر لينا كلنا وتاريخ بيتكتب طبعا لينا، لان انت عارف اي حد بيدخل النادي الاهلي، النادي الاهلي بيضيف له كل حاجه في حياته، ولا مهما كان اللعيب مهما كان هيعمل في النادي الاهلي ايه، النادي الاهلي هو اللي بيضيف للعيب، اللعيب ما بيضيفش للنادي الاهلي اي حاجه خالص بصراحه يعني، فالواحد مبسوط وفرحان ان احنا بناخد جوائز واحنا موجودين، واحنا بناخد جوائز واحنا موجودين في النادي الاهلي، ف لو ان ياخد احسن لاعب في افريقيا دي بالنسبه لنا كلنا حاجه كبيره جدا، والنادي الاهلي ياخد احسن نادي طبعا في افريقيا في حاجه كبيره بالنسبه لنا، فبنحمد ربنا ونشكره ان الواحد في النادي الاهلي. يمكن مستر كولر ده يعني حاجه كبيره قوي في حياتي، يمكن اثر في مسيرتي كلها، يمكن انت عارف جهزني احسن تجهيز طبعا، خلى مدرب الاحمال تيتسي طبعا ساعدني جامد خلال الفترة اللي أنا كنت موقوف فيها، والحمد لله الواحد اشتغل على نفسه كويس، والحمد لله ربنا كافئني بالبطولات وفي الملعب إن أنا أبقى كويس وإن أنا أعز بثقته، طبعا بشكره جدا على اللي هو عمله معايا، إن هو يمكن أحياني تاني في الكورة، يمكن في مدير فنيين تاني لو لقوا حد موقوف أو موقوف ماتشين تلاتة أصلا يقول لك لا مش عايزه لاعب ناس تانية، لكن الراجل كان واثق فيا جدا وكان عارف إمكانياتي وقدراتي، والحمد لله الواحد كان على قد الثقة. ما اتفاجئتش، بص يمكن انا بعد فترة التوقف دي كنت الواحد بموت نفسه، حتى لو كنت العب حارس مرمى كنت هلعب، فالحمد لله يعني كان اي مركز كنت العبه يعني كنت اموت نفسي طبعا، فالحمد لله الواحد تعب ولقى وشاف كل حاجة حلوة يعني من ربنا الحمد لله. يمكن انا شايف المنافسة مع زمايلي طبعا المهاجمين طبعا حاجة حلوة قوي، ويمكن منافسة حلوة لان اللعبة كلها كويسين ولعبة جامدين، ولعبة الأهم من كل ده إن هم كلهم نضاف من جوه، فكلنا بنساعد بعضينا، وأي حد يلعب طبعا في خدمة النادي الأهلي هيأدي، ويمكن أي حد هيلعب يكون أحسن من كهربا، الواحد هيبقى فرحان له ومبسوط له. يمكن شرف كبير طبعا لينا حاجة كبيرة قوي إن النادي الأهلي يكون في كأس العالم، ويمكن المشاركة ليا التالتة مع النادي الأهلي، فبالنسبة لي حاجة تاريخية، وإن شاء الله هنكمل ونستمر على كده بإذن الله يعني، ونفرح جمهورنا إن شاء الله بإذن الله. يمكن طموح النادي الاهلي طبعا وجمهور النادي الاهلي في البطوله كاس العالم طبعا ان احنا نوصل لابعد نقطه، يمكن ربنا يكرمنا والله مش بعيده يعني على ربنا ولا بعيد عن ان احنا نكافح ونتعب، يمكن ناخد كاس العالم والله يعني، يعني مش حاجه صعبه ولا الكوره ما فيهاش مستحيل، وطبعا عند النادي الاهلي واللعيبه الرجاله اللي موجوده دلوقتي ما فيش حاجه اسمها مستحيل في الكوره، فربنا كريم ان شاء الله خير. يمكن مواجهتنا طبعا اتحاد جدة طبعا يعني نادي اتحاد جدة نادي كبير ونادي عريق طبعا هنا في السعودية وفي آسيا بصراحة، فهيبقى ماتش جامد وماتش صعب جدا، وإن شاء الله يعني أتمنى إن احنا نكسبهم بإذن الله يعني.
يمكن جمهور طبعا جمهور الاتحاد، لا والله يمكن هما يمكن في الماتش دوت طبعا انت عارف قبل الماتش هيقعدوا يستندوني، لكن في الماتش مفيش كهرباء، فالواحد هيبقى مبسوط طبعا يعني بالاستقبال طبعا من جمهور الاتحاد، لان شاف منهم كل حاجه حلوه، وان شاء الله باذن الله يعني نفرح جمهور النادي الاهلي طبعا ونكسب بقى الماتش باذن الله. والله يمكن طموحاتي واحلامي مع كاس العالم للانديه، يعني نفسي اخد كاس العالم للانديه بصراحه، يعني نفسي اخد كاس العالم للانديه ونفرح جمهورنا، لان هو ده الهدف بتاعها من الفتره ديت، والهدف بتاع طبعا اللعيبه يعني. بس يمكن عايز بقى اتكلم على نقطه جمهور النادي الاهلي ومساندته ليا طبعا خلال الفتره اللي فاتت دي، يمكن انا يمكن عايز اقول لهم بحبهم جدا، بشكرهم على الدعم والمسانده مش غريبه عليهم. الواحد يمكن في اسعد ايام حياته ان هو بيبقى في ماتشات بيكسب ويكون شايف الجمهور بيبقى فرحان له، وطبعا يمكن من زمان يعني الواحد يمكن انت عارف انا من النادي الاهلي، يمكن عارف انا من ايام زمان كنت بروح ماتشات طبعا في تلتة شمال، فبالنسبه لي الجمهور ده حاجه كبيره وانا واحد منهم، فمن زمان قوي بيساندوني يعني مش غريبه عليهم الفتره دي، بس طبعا الفتره دي طبعا كانت صعبه عليا، وان شاء الله اكون عند حسن ظنهم باذن الله وافضل اكمل كده واختم حياتي كلها في النادي الاهلي وارجع تاني واشجع معاهم باذن الله. لا يمكن الواحد والله بص يمكن الواحد سايبها على ربنا، ماشي في الحياه ديت سايب كل حاجه على ربنا، وعاش بدعوات والده ووالدته طبعا وحب الناس ليا، فبالنسبه لي حاجه كبيره، فانا مش يعني انا مش هخسر حاجه لو ساعدت زميلي بيلعب مركزي او ساعدته في اي حاجه، ده بالنسبه لي ده انا افرح، وبالنسبه لي ان انا هبقى مبسوط ان انا هروح انام وانا فرحان ان الزميلي دوت بقى كويس واحسن مني، ابقى فرحان جدا. في الاول والاخر احنا كلنا بنلعب تحت شعار النادي الاهلي، فالنادي الاهلي دوت يعني الواحد يضحي باي حاجه في العالم عشان خاطر يشوف النادي الاهلي ده حاجه كبيره. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، لقاء جميل الحقيقه مع كهربا كابتن حقيقي. كهربا من يعني انا شايف في روح حلوه قوي كهربا، وبيحترم طبعا نادي الاتحاد ولاعب طبعا ليهم، وبيتكلم على الجماهير واستقباله وكمان طموحات النادي الاهلي بما فيهم محمود كهربا، الحقيقه يعني كان حديث موفق منه، وان شاء الله باذن الله بالروح ديت باذن الله ونخش المباراه يوم الجمعه ان شاء الله. طيب خلينا نطلع نشوف اخبار المونديال من خلال زميلتنا مريم سميح اللي هتكون معانا على الهواء مباشره، او بتنضم لينا على الهواء مباشره علشان تقول لنا يا كابتن هاني كل الاخبار بقى كالعاده وزي كل سنه. ازيك يا مريم؟ وكل سنه وانت طيبه وربنا ما يقطعها عاده. ازيك يا كابتن اسلام؟ برحب بيك طبعا، برحب بيك يا كابتن هاني، برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. خليني بس قبل ما ابدا كلامي اقول لك الحمد لله على سلامتك يا كابتن اسلام، نورت الشاشه مره ثانيه. كان غياب الحقيقه يعني اكيد لمده اسبوع غياب طويل عن الشاشه، ولكن الحمد لله على سلامتك مره ثانيه، واكيد ببقى مبسوطه جدا ان انا معاكم في انطلاقه اولى حلقات الاهلي في المونديال. كل سنه دي ثالث سنه ليا، بستنى من السنه للسنه عشان اكون متواجده معاكم، طبعا اكيد شرف كبير. والحقيقه ان الاهلي مش بيخذلنا ابدا ان احنا نكون موجودين، دي رابع مره على التوالي والتاسع مره في التاريخ، فاكيد ده شرف لينا كلنا الحدث التاريخي اللي بيشارك فيه النادي الاهلي، وان شاء الله يحقق نتائج مرضيه بالنسبه لجماهيره وتبقى البدايه الانطلاقه طبعا يوم الجمعه مع اتحاد جد. طبعا الحقيقه ان احنا النهارده معانا عدد كبير جدا من الاخبار سواء الخاصه بالبعثه، وايضا يعني سلطنا الضوء على الصحف سواء العربيه او كمان العالميه قالت ايه عن مشاركه النادي الاهلي وعن مباراه النادي الاهلي كمان امام نادي اتحاد جده. طبعا خلينا نبدا باخبار بعثه النادي الاهلي وحرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على لقاء لاعبي الفريق وجهازهم الفني قبل التوجه لاداء مرانهم الثاني في جده على ملعب التدريب 3 بمدينه الملك عبد الله الرياضيه استعدادا لخوض غمار بطوله كاس العالم للانديه. وحرص طبعا الكابتن محمود الخطيب على التواجد مع بعثه النادي الاهلي من اجل دعم وتحفيز اللاعبين على الظهور بشكل يليق باسم المارد الاحمر قبل مواجهه اتحاد جدة السعودي.
وواصل طبعا المارد الاحمر تدريباته اليوم على ملعب التدريب الثالث بمدينه الملك عبد الله الرياضيه استعدادا لمباراه اتحاد جده السعودي يوم الجمعه المقبل. ده طبعا بياتي ضمن منافسات بطوله كاس العالم للانديه واللي بتحتضنها المملكه العربيه السعوديه. وحارس مارسيل كولر المدير الفني للفريق على اقامه المران بشكل مغلق امام وسائل الاعلام من اجل توفير اكبر قدر من التركيز للاعبين، كما حرص ايضا على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي. شرح طبعا كولر بعض الامور الخططيه والفنيه قبل اجراء بعض التدريبات البدنيه مع انطلاق المران، وركز ايضا كولر على بعض الجمل الفنيه والتكتيكيه بالاضافه لاعطاء بعض التعليمات للاعبين، كما ركز ايضا على انهاء الهجمات بشكل جيد من اجل استغلال الفرص اللي بتتاح للفريق في تسجيل الاهداف. يمكن انا عايزه اتوقف هنا شويه طبعا عن فكره المباراه، اتكلم مع حضرتك يا كابتن هاني واتكلم معاك كابتن اسلام. مباراه هامه جدا، انا سمعت حضراتكم تكلموا عنها في بدايه الحلقه طبعا، انه فكره عدم يعني رضا الجماهير عن نتائج النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره ده ملوش علاقه بفكره الدوافع اللي عند النادي الاهلي، اكيد هتكون مختلفه في مباراه طبعا يعني الاتحاد، ولكن خلينا نتكلم عايزين الجمهور يمكن عنده بعض من القلق، ناس بتقول 50-50، ناس بتقول لا 60-40، فلو هنتكلم عن النسب ولا هل هي شايفين ان هي مباراه غير متوقعه ابدا بالنسبه للنتيجه؟ انا باعتقادي النسب بتبقى نسب يعني في انك تحطي نسبه الفوز او الخساره بتبقى صعبه شويه يعني يعني كله بيتوقف الحقيقه على حاجات كتيره جدا يوم المباراه. اعتقادي الشخصي التحضير مهم جدا، وانا يعني اكيد متاكد ان نادي الاتحاد بيحترم النادي الاهلي، ويمكن الفوز على اوكلاند ده بيزيد من اللعيبه ثقه وبيديهم دفعه كبيره. احنا على المستوى الاخر احنا قافلين تماما كل ما يخص الكره المحليه سواء الدوري او البطوله الافريقيه، ومركزين في هدف واحد. وانا ساعات باخد الجزئيه ان انت لما بتبقى طالع من ازمه فنيه شويه بيكون التركيز اكتر شويه يا كابتن اسلام، بيكون عند اللعيبه يعني عايزين يفرحوا جماهيرهم، عايزين يثبتوا لجماهيرهم ان احنا على قد المسؤوليه. انا باخد كل الايجابيات الحقيقه في الفتره ديت، ما بحبش افكر في السلبيات، لان انت لو خدت معاك اي سلبيه او فكرت في الماضي مش هيكون شيء جيد. يعني هو بيفكروا في تارجت واجواء مختلفه وعندنا كاس عالم ونفس، اكيد انا لو من اللعيبه هفكر ان انا عايز العب مباراه نهائيه قدام المان سيتي، كل دي دوافع. يعني خلي بالك هو برضو وبرضو يا مريم كلاعب انا هبقى عايز اعمل ايه؟ عايز اوري نفسي لاتحاد جده، واوري نفسي لمانشستر سيتي، واوري نفسي لبتاع، فالدوافع نفسها هتبقى مختلفه، واقول للناس ان انا راجل انا فلان الفلاني اللي بلعب في النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا. انا بشوف ان الدوافع مختلفه تماما، كل حاجه مختلفه. وزي ما قلنا في البدايه انا وجهه نظري ان هذه المباراه 50-50. ليه؟ الفريقين كبيرين، الاكبر في افريقيا والاكبر بيلاقي الاكبر في اسيا، وبالتالي هنشوف مباراة حلوة جدا، احنا كأهلاوية نفسنا الأهلي يكسب. هو كمان عايز أقول لك مريم، حتى لما أحمد حجازي سألوه عن المباراة ديت قال لك هي مباراة ما بين الأقوى على المستوى الآسيوي والأقوى على مستوى الأفريقي، وبالتالي مباراة إلى حد كبير متقاربة جدا جدا. ولكن أنا من رأيي الشخصي لو النادي الأهلي بيقدم الأداء اللي احنا عارفينه أنا ممكن جدا تكون النسبة بالنسبة لنا أكبر، توصل 60-40. صح، انا بتفق مع كابتن اسلام يمكن في موضوع 50-50 ده، خاصه ان هو ديربي عربي كبير جدا، والجماهير كمان يمكن جماهير صحيح. او الجاليه العربيه والاهلاويه في السعوديه كبيره جدا صحيح. لا تقل ابدا اهميه عن جمهور نادي الاتحاد. خلينا نستكمل اخبارنا واخبار برضو البعثه، وتسلم المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه الاهلي في السعوديه شهاده توثيق مشاركه الاهلي للمره التاسعه في كاس العالم للانديه من وفد الفيفا واللجنه المنظمه للبطوله. وعقد مسؤول اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية ووفد فيفا اجتماعا تحضيريا مع بعثة الأهلي في فندق الإقامة بجدة، وحضر الاجتماع من بعثة الأهلي كل من حنان الزيني منسق البعثة ومدير الترخيص واللوائح، وخالد بيبو مدير الكرة، وجمال جبر مدير الإعلام، ولواء علاء صلاح المنسق الأمني، والدكتور أحمد جبلة طبيب الفريق، ووائل محمد إداري الفريق، وأيضا أحمد التوخي مسؤول التسويق. ومن الوفد الإعلامي
حضر عبد الحميد جلال ومحمد سلطان، ويمكن شهد الاجتماع لتحضير التأكيد على كافة الأمور التنظيمية والإدارية الخاصة بالبطولة والملاعب اللي بتستضيف المباريات وملاعب التدريب أيضا والانتقالات وفندق الإقامة ووصول الفريق لملعب المباراة. واصل هاني حسام مسؤول الحجز والرحلات بالنادي الأهلي متابعة كافة الإجراءات الخاصة بإقامة بعثة الفريق في فندق الإقامة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية استعدادا لبطولة كأس العالم للأندية. وعمل هاني حسام بشكل مستمر على ترتيب كافة الإجراءات الخاصة بإقامة بعثة الأهلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية ومسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. أيضا أنهت حنان الزيني منسق بعثة فريق النادي الأهلي ومدير لوائح والتراخيص كافة الأمور الإدارية الخاصة بالبعثة المتواجدة في المملكة العربية السعودية مع اللجنة المنظمة ومسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتنسيق مع المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة للاطلاع طبعا على كافة الأمور الإدارية والفنية والتنظيمية الخاصة بالبطولة. أحمد التوخي مسؤول التسويق بالنادي الأهلي واصل لمتابعة الدورية لكل الأمور المتعلقة بزي الفريق الذي سيرتديه في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية. وكانت طبعا بعثة الفريق تسلمت الزي الخاص بالمشاركة المونديالية من الشركة المسؤولة عن توريد الملابس. وحرص اللواء علاء صلاح المنسق الأمني لبعثة فريق الأهلي المتواجدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية على عقد اجتماعات متواصلة مع المنسق الأمني للجنة المنظمة للبطولة وأيضا مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للوقوف على إنهاء كافة الترتيبات الأمنية الخاصة ببعثة الفريق وكافة الاستعدادات الأمنية للمباراة المقبلة أمام اتحاد جدة يوم الجمعة المقبل. دلوقتي بقى هنروح لتركيز الصحف العالمية طبعا والعربية على المواجهة المرتقبة اللي هتجمع ما بين الأهلي واتحاد جدة السعودي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أنه من المتوقع أن تكون مواجهة الاتحاد والأهلي مثيرة، حيث سيواجه حامل الدوري السعودي للمحترفين النسخة الماضية والفائز على أوكلاند سيتي ممثل إفريقيا الأهلي المصري. أيضا صحيفة The National سلطت الضوء على أن كريم بنزيما يقاتل من أجل الذهاب بعيدا في كأس العالم للأندية، فقد قاد طبعا فريقه للفوز على أوكلاند سيتي بثلاثية مقابل لا شيء وبيضرب موعدا في الدور الثاني ضد الأهلي بطل إفريقيا. وصلت الموقع الرسمي للاتحاد الاسيوي لكره القدم الضوء على تصريحات الفرنسي انجلو كانتي لاعب نادي اتحاد جده السعودي الذي اكد لزملائه على صعوبه التحدي المقبل امام الاهلي في الدور الثاني ببطوله كاس العالم للانديه بعد الفوز طبعا على اوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثيه في الدور الاول، مشددا على ان الاهلي فريق جيد وهو بطل افريقيا وبالتالي يتوقع مباراه قويه ويجب الاستعداد بافضل صوره ممكنه. صحيفة الشرق الأوسط الحقيقة برضو سلطت الضوء على تعليق البرازيلي إيجور كورونادو لاعب فريق اتحاد جدة السعودي اللي أكد أيضا على صعوبة المهمة اللي بتنتظر فريقه أمام النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس العالم للأندية، مشددا على وجوب التركيز في المواجهة المقبلة وبذل قصارى جهد اللاعبين أمام كون الأهلي فريق قوي لا يمكن الاستهانة بلاعبيه على الإطلاق. وأيضا سلطت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية الضوء على المواجهة المرتقبة والمقبلة ما بين النادي الأهلي ونادي اتحاد جدة، وكتبت بنزيما يسجل في فوز الاتحاد على أوكلاند سيتي والتحدي الآن أمام النادي الأهلي.
ايضا السويسري جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا يعني هنأ الفرنسي كريم بنزيما نجم فريق الاتحاد السعودي بعدما اصبح اول لاعب يسجل في اربع نسخ مختلفه من كاس العالم للانديه، لان طبعا اسهم بنزيما في فوز فريقه بثلاثيه على اوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الاول من مونديال الانديه بعدما سجل الهدف الثالث لفريقه. ونشر طبعا انفانتينو منشورا كتب فيه: تهانينا كريم بنزيما لانك اصبحت اول لاعب يسجل في اربع نسخ مختلفه لكاس العالم للانديه، انجاز مذهل ومن لاعب عظيم. حقيقة احنا اكيد زي ما بنتكلم عن بعثة فريق النادي الاهلي بيهمنا اكيد في برنامج الاهلي في المونديال ان احنا نتابع اخبار بعثات الفرق الاخرى، ويعني الخبر ده بيتكلم عن بعثة فريق فلومينينسي. وصلت طبعا البعثة لفريق فلومينينسي البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس الى المملكة العربية السعودية اليوم استعدادا للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية. من المنتظر طبعا ان يلعب الفريق البرازيلي في قبل نهائي البطولة مباشرة. طبعا هتنتظر البعثة الفائز من مباراة ربع النهائي ما بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السعودي يوم الجمعة المقبل. طبعا دي كانت كل أخبارنا النهاردة في الأهلي في المونديال الخاصة ببعثة النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي، وأيضا تسليط الصحف سواء العالمية أو العربية عن المواجهة المرتقبة الهامة جدا للنادي الأهلي يوم الجمعة المقبل. يعني بنأمل أن احنا نكون قدمنا لجمهور النادي الأهلي وجبة الحقيقة مليئة بعدد كبير من الأخبار الهامة اللي بتخص بعثة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. الحقيقة بنشكرك شكرا جزيلا، يعني غطيتي جزء كبير جدا وجزء مميز جدا كالعادة مريم، بنشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله بإذن الله يعني نتابع مع بعض ونكون متواجدين إن شاء الله لآخر يوم في المونديال إن شاء الله يا كابتن هاني. أختي متميزة مريم، بنشكرك شكرا جزيلا كالعادة، وربنا ما يقدعها عادة يعني نفضل دايما. السنة الجاية موجودة على فكرة، السنة الجاية إن شاء الله لو ربنا ادانا العمر إن شاء الله نبقى موجودين مع بعض في الأهلي في المونديال بإذن الله. شكرا شكرا جزيلا مريم. اللي عجبني وهاخد من كل الاخبار ديت الصحف العالميه تاني بالزبط. يعني الصحف العالميه بتتكلم اسبانيا، بتتكلم ايطاليا، بتتكلم على مستوى البرازيل، بتتكلم على مستوى الفيفا، كله بيقول ان النادي الاهلي متواجد والنادي الاهلي بطل افريقيا. كمان على مستوى اللاعبين الكبار كان قبل كده كريم بنزيما بيتكلم في المؤتمر الصحفي على صعوبه النادي الاهلي، كانت دلوقتي اللاعب المميز لاعب الاتحاد جده بيحذر فريق الاتحاد جده من صعوبة مباراة النادي الأهلي. هو ده اللي عايزين نطلع بيه من ناحية التسويقية، ده جزء ده اللي قلته في بداية كلامك في بداية الكلام. وكمان على ان اللعيبة لما بتسمع الكلام ده لازم يكونوا عنده يعني على قدر المسؤولية وياخدوا كمان الثقة، لو حد لسه مقلق شوية لا احنا فريق كبير والنادي الأهلي فريق كبير وكل اللعيبة الكبيرة بتحترم النادي الأهلي الحقيقة على مستوى العالم كله. كابتن هاني ما اعرفش هل وجود بنزيما وكانتي وفابينيو، تتعاملت في دوريات اوروبيه كثير المانيا ومن اعظم الدوريات في العالم، يعني التعامل مع هؤلاء اللاعبين انت تلعب ضدهم هل بيفرق؟ يعني خلينا برضو عشان انا عايز اوصل ده للناس، انا عايز اوصل للناس انه في الاخر احنا 11 ضد 11 كل لاعب وله اسلوبه وله طريقته، مفيش شك طبعا محدش يقدر يقول بنزيما ده يعني طبعًا. لا طبعا يعني كانتي نفس الكلام، دول ابطال عالم سواء على مستوى المنتخبات كمان، ولكن التعامل معاهم في الناحيه الفنيه، انا بتكلم في الناحيه الفنيه طبعا، هل بيبقى مختلف؟ هل بيبقى له محتاج تركيز خاص؟ مفيش شك، يعني مفيش شك الاسماء الكبيره دي بتكون محتاج تركيز خاص جدا. اللعيب ده لازم يدرس كمان اللعيب ده يعني بنزيما ده نقط قوته ايه؟ يعني الراجل دوت من نقط القوه بتاعته ان هو جوه ال 18 ما بيستناش، فلازم يكون في تايد بريشر عليه جامد جدا. والجزء المهم غير الجزء الفني ان يكون عندك كمان الثقه، يعني كمان يكون عندك الثقه انت كلاعب، لاعب النادي الاهلي مفيش شك ممكن تكون الخبرات اعلى شويه، القدرات اعلى شويه، لكن القدره على التركيز والقدره. على فكره انا لعبت قدام مثلا رونالدو البرازيلي، يعني رونالدو بتاع البرازيل رونالدو الكبير ده بقى ده حاجه ده يعني ده يعني انا كنت بلعب في لسه في فيردا بريمن وهو كان بيلعب في اندهوفن، محتاج في بداياته خالص محتاج مجهود كبير جدا 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 عشان تقدر تراقبه عشان تقدر تكون مركز، وممكن جدا في جزء من الثانيه هي دي الحاجات ممكن جدا جزء من الثانيه تحس ان الموضوع لا الموضوع سهل،
لكن في جزء من الثانيه ممكن بيسرقك بشكل كبير. عشان انضم لنا يا كابتن ده مهم قوي الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، لكن انضم لنا زميلنا الناقد الرياضي الكبير استاذ محمود شوقي الحقيقه من السعوديه مباشره، نقرب اكتر ونعرف الكواليس اكتر، بنحاول نقرب من كواليس الفرقه وكواليس اتحاد جده وكواليس المملكه وكواليس جماهير المملكه وكواليس جماهير الاهلي، عايزين نقرب من كل حاجه. ازيك يا محمود؟ ويعني عملت العمره ولا لسه الاول؟ اهلا بك يا كابتن اسلام، تحياتي ليك. الحمد لله على السلامه الاول. الله يسلمك. تحياتي اخ العزيز الكابتن هاني رمزي. اهلا بيك يا واحد. انتوا الاثنين ما شاء الله عليكم كنتوا نجوم كبار، كاس العالم يفتقدكم بشده هنا. لسه ما عملتش العمره، ان شاء الله اعملها باذن الله بعد الماتش ان شاء الله. لكن في بعض الاصدقاء سبقونا، عاوز اقول لهم يدعوا. طيب لسه خالد مرتجي والدكتور محمد شوقي كنت لسه معاهم من ساعتين ثلاثه تقريبا، توجه منذ قليل الى مكه المكرمه لاداء مناسك العمره، ربنا تقبل ان شاء الله. وكان موجود برضو بعض الاصدقاء من البعثه، لكن ان شاء الله يعودوا سريعا للاشراف على كل ما يخص البعثه. تعرف طبعا المهندس خالد مرتجي رئيس البعثه، الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنه الطبيه بيشرف على كل التفاصيل الخاصه بحاله اللاعبين والجهاز الفني وكل اعضاء البعثه، وعاملين شغل محترم جدا على كافه المستويات، فربنا يتقبل منهم ان شاء الله نلحق كلنا بهم باذن الله في العمره عن قريب ان شاء الله. احكي لنا اليوم النهارده كان ماشي ازاي والامور ماشيه ازاي، واللي انت شايفه داخل الشوارع في المملكه العربيه السعوديه، الكل بيتكلم عن هذه المباراه، الافضل في افريقيا يلاقي الافضل في اسيا. بالظبط يا كابتن اسلام، شوف الشوارع هادئه لكنه ربما يكون الهدوء الذي يسبق العاصفه. يعني في ماتش الجوهره المشعه، ماتش الافتتاح، كان كل الشوارع هادية، لكن قبل الماتش بساعات قليلة انقلبت جدة راسا على عقب تقريبا، اكتسب باللون الأصفر. لكن اللي أقدر أقوله لك كابتن إسلام وكابتن هاني، بشرى سارة للجمهور الأهلي أو كل الناس المتابعين والمتشوقين لمتابعة هذا اللقاء المرتقب والمهم والكبير. أقدر أقول لك بمنتهى البساطة إن جمهور الأهلي أو ماتش يوم الجمعة اللون الأصفر مش هيكون موجود لوحده، اللون الاحمر سوف يفرض نفسه وبقوه. كنت بقول من يومين ثلاثه ان جمهور الاهلي لن يقل عن 20,000 متفرج. النهارده انا بزود العدد برقم كبير. لا معلش، ايه الثقه دي يا محمود؟ انا شايفك بتتكلم بثقه. لا اكيد في حاجه حصلت. اكيد طبعا. يعني التذاكر اتحجزت، العدد عدد جماهير النادي الاهلي اتعرف على مستوى الحجوزات ممكن جدا. قول لنا محمود. لا ما تعرفش بشكل رسمي، لكن انا بقول لك خبر، بقول لك معلومات دقيقة. اتفضل. النادي الجمهوري الاهلي سوف يتواجد بكثافة غير مسبوقة في تاريخ كأس العالم للأندية، وده كلام هتشوفوه بعد ساعات يوم الجمعة. ليه بقول الكلام ده؟ ايوه. النادي وبعد اتصالات مكثفة وجهد رائع من مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب، مهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ورئيس البعثة، حصل خلال الأسابيع الماضية اتصالات مكثفة مع الاتحاد الدولي. كان من فتره النادي الاهلي حصل على 10,500 تذكره بشكل مباشر. العدد ده زاد. اقدر اقول لك ان الاهلي نجح في الحصول بشكل مباشر من الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا على 16,500 تذكره. ده بشكل مباشر، وده يضمن لك تواجد العدد ده بشكل كامل. الى جانب ان الجمهور المصري والجاليه المصريه والجمهور الاهلي في جده وفي كل مدن المملكه قدروا يحجزوا عدد كبير من التذاكر اونلاين عبر تطبيق فيفا، وبالتالي العدد سيكون كبير للغايه. هينافس اتحاد جده في المدرج بشكل كبير جدا، واذا كان اتحاد جده وبنحييهم طبعا ونوجه لهم التحيه على الشكل الجميل اللي ظهروا بيه في ماتش الافتتاح، اذا كانوا يمتلكوا جمهور رائع قدم لوحه فنيه جميله، فجمهور الاهلي هيقدم لوحه فنيه اجمل باذن الله خلال مباراه الجمعه، ويكون مباراه في المدرج ومباراه داخل الملعب. وانا تحت امرك في اي سؤال. عايزين طمنا على فرقتنا، اكيد انت متابع فرقتنا بشكل جيد، الكواليس اليوم مش ازاي، بكره هيبقى ماشي ازاي، الفتره اللي جايه كلنا عايزين نعرف اخبار فرقتنا ايه من خلال التدريبات، خلال التجمعات، خلال كمان رؤيتك لو بتشوف اللعيبه الحاله المعنويه اللي سايده في معسكر النادي الاهلي في السعوديه. شوف كابتن هاني، انا بتكلم دلوقتي نجمين كبار لعبوا على المستوى الدولي سنوات طويله، فاكيد هتتفهموا اللي انا هقوله كويس. كل شيء قبل المباراه بيبقى حاجه، وساعه نزول النجيله في وقت المباراه حاجه ثانيه، ولكن
الانطباع اللي بتشوفه حاليا وتقدر تسجله على لعيبه الاهلي هو التركيز الشديد، الابتسامه المصحوبه بالتفاؤل، وده المطلوب من كل لاعب انه يكون متفائل متحمس مركز. ده انا شايفه في بعثه النادي الاهلي. ليه ده بيحصل؟ لان في حاله من الالتزام الكامل داخل البعثه. عاوز اقول لك كابتن هاني وكابتن اسلام حاجه مهمه ربما تمر مرور الكرام على بعض الناس، لكن لما تعرف انه بعثه النادي الاهلي اللي بتقيم في احد الفنادق الكبرى في وسط جده او بالقرب من مطار جده وتبعد ربع ساعه عن ملعب المباراه، الفندق ده اللي قاعد فيه لاعيبه الاهلي وفقط والجهاز الفني وفقط. ليه وفقط؟ لان في ناس او في اصدقاء او في زملاء او في مسؤولين من داخل النادي الاهلي زي شركه الكوره مثلا وغيرها. كل ده انا كابتن اسلام ولا في مشكله؟ لا لسه شايفينك، اتفضل. كل ده مش مقيم في فندق اللي فيه اللعيبه. كل المسؤولين الاخرين بيقيموا في فندق اخر، وبالتالي في التزام بشكل البعثه الرسميه للنادي الاهلي. ده عامل حاله من الالتزام الرهيب. ربما لم نلحظه في اي بطولات سابقه بهذا الشكل المحكم وانا اعني الكلمه جيدا. كابتن محمود الخطيب بنفسه رغم انه رئيس النادي الاهلي لكنه مش رئيس البعثه، فقال انا هقعد في فندق اخر اللي هو بعيد عن البعثه الرسميه. لكن تتصور المشهد بهذا الشكل اللي بحكيه بالظبط. فاللعيبه كلها بتحظى بتركيز شديد جدا، مفيش حد بيقترب من مقر البعثه. في التمرين الباص بينزل اللعيبه تقريبا جوه ملعب التدريب رقم 3 بالملعب الفرعي لاستاد الجوهره، وبالتالي مفيش احتكاك كتير، مفيش خروج عن التركيز. كل ده بيدي انطباع انه النادي الاهلي لو لعبته عندها من التركيز ومن الحماس لتقديم صوره طيبه عن النادي الاهلي كبير القاره الافريقيه في بطوله كاس العالم. كل اللعيبه الحمد لله شاركت في المراحل بشكل رائع الحمد لله، من اي اصابات من اي نوع. دكتور محمد شوقي كنت بتحدث معاه قبل ما يتوجه للعمره وقال الحمد لله كل البعثه اعضاء البعثه ما فيش اي شكوى من اي نزلات برد او اي شكوى من اي امور اخرى، وبالتالي الحمد لله البعثه بخير وطمنكم. طمنا على اللعيبه كلها يا محمود، يعني هل هناك حد غير هيبقى غير متاح في مباراه يوم الجمعه حتى الان؟ يعني طبعا بعد التمرين النهارده لسه في تمرين بكره وان شاء الله يوم الجمعه المباراه، وبالتالي هل كل اللاعبين على اتم الاستعداد؟ ما فيش حد عنده حاجه كده حاجه كده؟ بتكلم على ال 23 اللي بيلعبوا او اللي مقيدين. مظبوط، حتى هذه اللحظه كل اللعيبه الحمد لله بشكل محترم جدا وبشكل واضح اقدر اقول لك انهم جاهزين لمواجهه الجمعه امام الاتحاد جدا. هل المباراه فرقت؟ مباراه اوكلاند مع الاتحاد بعد ما شفنا هذه المباراه، يعني انا بعد المباراه لسه كنت بتكلم انا وكابتن هاني في هذا الامر يا محمود، قلنا الفرقه كويسه جدا، فريق اتحاد جده عامل الشوط الاول على الاقل بشكل رائع بغض النظر عن مستوى اوكلاند الضعيف، ولكن لا اتحاد جده فريق قوي وفريق واقف على رجله وكل حاجه. هل ده فرق مع اللعيبه انت في وسطهم وبتشوفهم كتير او يعني شفتهم الفتره اليومين ثلاثه اللي فاتوا كويس، هل الموضوع ده فرق معاهم؟ هل اللي شافوه يؤثر من الناحيه السلبيه؟ لانه السؤال ده بيتسال لي وما اعرفش اكيد. لا طبيعي، انت ساعات بتوصل بتبقى قاعدين في معسكر يقول لك الفرقه اللي هتلعبها كسبت 4 وكسبت 5، الخبر بيوصل ازاي والرياكشن بتاع اللعيبه هيبقى عامل ازاي على حسب طبعا ما بيستقبلوا الخبر. لو في يعني لو في تركيز مليون في الميه خلاص انا ما بيفرقش معايا، وخاصه كان من المتوقع لناس كتير جدا الاتحاد هو اللي هيكون في مواجهه النادي الاهلي يوم الجمعه. محمود، مين ما كانش يتوقع فوز الاتحاد جده امام اوكلاند سيتي؟ بالتالي صحيح. كل الناس متوقعه ومترقبه الفوز، وكان ممكن الفوز ده يطلع من 3 يوصل ل6 و7 اهداف. صح. شهدت المباراه داخل مقر الاقامه، كولر كذلك شهد المباراه مع الجهاز الفني، كمان كان في بعض اعضاء الجهاز الفني شهدوا المباراه من داخل الملعب، وكولر النهارده في محاضرته الفنيه مع لعيبته اتكلم بشكل مركز عن المنافس اكثر منه عن الاهلي. كان في اهتمام في الايام السابقه عن التيم بتاعنا، لكن المره دي بعد مشاهده الاتحاد جده امام اوكلاند سيتي كان تركيز كولر في كلماته على منافس اللي هو اتحاد جده. بالمناسبه كابتن اسلام وكابتن هاني، تمرين بكره تمرين مفتوح اول ربع ساعه، هيبدا 6 الا ربع ويخلص الساعه 8 ان شاء الله.
6 الا ربع، ربع ساعه الاولى دي هتكون للاعلام، الاعلام طبعا العالمي كله متابع مع بعض. 5 على 2 وبتاع. لكن يا كابتن اسلام المران بعد كده هيكون مغلق، والمران هيكون برضه في الملعب الفرعي، مش هيكون في ملعب المباراة الرئيسي، وده كان لغز كبير. الفيفا طبعا اجاب على هذا اللغز انه ما فيش فريق هيتمرن على ملعب المباراة طبعا للحفاظ على سلامة النجيلة، لكن سمح طبعا بنص ساعة للفريق بشكل عام انه يتفقد الملعب في زيارة لملعب الجوهرة، لكن حد هيتمرن على النجيلة نفسها خاصة بملعب الجوهرة ده مش هيكون لا ده. اذا كان اتحاد جدة يمتلك عدد كبير من النجوم منهم لعيبة عالمية، فالاهلي كذلك ضيق 100 من حيث نوعيه اللعيبه الموجوده. اذا كان اتحاد جده يمتلك حارس كبير، فالاهلي يمتلك محمد الشناوي واحد من افضل حراس افريقيا، وان كان افضلهم لولا ياسين بونو وتالقه في المغرب في كاس العالم. اذا كان اتحاد جده يمتلك لاعب بحجم بنزيما عالمي، لكن على المستوى القاري لديك كبرسي تاو لاعب داخل افريقيا. اذا كان اتحاد جده يمتلك كانتي، فانت عندك ديانج مع طبعا مع الفارق في الوصول العالميه. يعني هنا بتكلم على المستوى طيب الفهم. احنا اتكلمنا مع كابتن هاني في هذه الامور كثيرا جدا يا محمود، انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا محمود شوقي على كل هذه المعلومات، انا بشكرك شكرا جزيلا محمود، لانه محتاجين ان احنا نقرب اكتر من البعثه طبعا. ومحمود الحقيقه حطينا داخل البعثه. اخيرا قبل بس ما نطلع نستقبل كابتن اسامه عربي، وهتبقى بقى حلقه للنقاش مفتوحه يعني من الناحيه الفنيه، بمناسبه بيرسي تاو، وانا هنا بوجه كلامي مباشره لكل من كان ينتقد اداء بيرسي تاو. بالمناسبه مفيش مشكله ان انت تنتقد، طبيعي، ما عنديش مشكله ان طبيعي. انت تنتقد اداء لاعب في مباراه او في اثنين او في ثلاثه، ولكن ما تحكمش على كواليتي لاعب جايبه النادي الا بعد فترات طويله. وجهه نظري، انا ما اعرفش صح ولا غلط. ما فيش شك طبعا، ما فيش شك، انا بتفق معاك يا اسلام، لان في فتره من الفترات كان فيه هجوم كبير جدا لدرجه الناس يقول لك لازم يمشي يعني. قال لك الكواليتي بتاع اللعيب ده اللي بيلعب ماتش ويقعد 10 ما يلعبهمش كويس وبتاع، لو انت فاكر يعني في طبعا هو كان بس موضوع الاصابه، وهو لما تعافى تماما وبدا يخش في المباريات بشكل جدي الكواليتي ظهر، والحقيقه عامل موسم اكتر من رائع مع النادي الاهلي. انا كنت شايف ان يستحق الجائزه 100%، وده هيدينا حاجات تانية ان انت ما تستعجلش على الحكم على اللعيب في وقت ممكن يكون جدا صعب عليه، لكن اديله وقت، وخاصة انك بتلعب في نادي كبير ومطالب بالبطولات وبتلعب تحت ضغوط كبيرة جدا. لكن انا الحقيقة انا كنت سعيد جدا جدا بالتلات جوائز اللي فاز بيهم النادي الاهلي الحقيقة، لان جت في وقتها يعني جه في وقته، لان كان الناس عندها جزء من الاحباط شوية، لكن ده بيبين قد ايه قيمه النادي الاهلي الحقيقه، افضل نادي في افريقيا، افضل هدف في افريقيا، افضل لاعب في افريقيا على مستوى القاره. ده شيء يسعدنا كلنا، وان شاء الله باذن الله يكون ليه مردود باذن الله على الفرقه والبعثه ان شاء الله. انا بس حبيت النهارده اتكلم في امور كثيره. قال عليك كذا فلان، مش احنا طبعا، لكن انا بتكلم على بعض. هو بيسمع كده وبيرجع نفسه تاني، ده كمان شيء ايجابي جدا، فده كان بالنسبه لي شيء ايجابي جدا. فبرضو رساله للكل، مفيش مشكله ان انت تعتذر يعني، لو اي حد اخطا خلال الفتره السابقه. بالمناسبه انا لو طلعت اخطات في حاجه بطلع اعتذر، وتاني يوم او ثالث يوم او بعدها بشهر او بعدها بشهرين، طالما رايي لم يكن صحيح، رايي لم يكن صحيح، بطلع اعتذر عادي جدا جدا جدا. فأتمنى أن الناس اللي اتكلمت على بيرسي خلال الفترة اللي فاتت تطلع وتعتذر، وحتى لو بشكل مؤقت، مش من خلالنا ولكن من خلال برامجهم اللي هم بيتكلموا فيها. كابتن هاني، خلينا نطلع بقى فاصل، يلا بينا، وبعد الفاصل نستقبل كابتن أسامة عرابي، واحد من النجوم الكبار للنادي الأهلي، وحلقة نقاشية فنية مفتوحة عن مباراة الأهلي والاتحاد. نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع مع حضراتكم ونستقبل النجم الكبير كابتن أسامة عرابي.